مدحوينك حقينك كواد أهناك وسمها مدحوينها دورد جبلان مدنى محمود سيد آدم أيامان تشرك دومي شركة بالله أه قلها أمنك دورد جبلان شركة أيها لقاها اللي أدكينت أمانك مغالوينك حول قلدة عيد مدى كسميان قودهان جبلان ديار قروقا دقالك وجيق لباد دالك لقاها إربترية كوحدة قباريش تأه وحاسي دوكل شركة لقاها اللي ديار قروقا قرشها مديسان ديغانة جبلان لقاها إربترية كوحدة قباريش تأه مركو شركة صويد لادي وحا ورباهين تدورد جبلان لها اللي وزير كحوليين كوزارة دا أمنيقا قودها دورد جبلان مضانة آدم أحمد حاج وحاوكا وربحيي شركة يوحي لوغا هاللي نهالك محاوكو قابانا يا وربحين قابانا وكسو بحض الشركي نشيران عادي هين ومانتا كدعي مدحتوية دولد قوليات كجبلان وهو قامين ايي وشركو دومين ايي مدحوينها كحيقين كواد هناكو سيمها مدحوينها مضانة محمود سيد آدن شركان او شر امني او ان عادي هينها ان وحالقها اللي او مانتا كو ان هرمرين تا امنيغا ان لهرمريو امنيغا ديغانا دا جبلان دمان ان سيدو كلا وحالقها اللي لا دغالن كا خوارج تا ارقاقحسة دا ان وحا كلا لغاقها اللي سوغيد دا امنيغا ان قدها ان وحا كلا شركة لغوفلان قيي وديار قروغا قرشها ميديسان لا دغالن كا ارقاقحسة دا الشباب een waxa kale oo lagu kala qaatay warbixino sidii een waxyaabihii u dambeeyay iyo xaaladda dhamaan amniga guud ee dalka Soomaaliya een waxana la dardal geliyay in loo diyaar garoobo een in hawlgallo qorsheysan oo mideysan oo wada jir ah dhamaan dalko dhan laga qaado waana een waxa kale oo ajendaha laga hadlay shirka maanta in loo gurmado oo la caawiyo dadkii soo barakacay ee dhamaan deegaanada Jubaland ka soo barakacay ee fatahadaha biyaha ay soo barakaciyeen in dib loo celiyo deegaanadoodu in dib loogu celiyo shirkan oo shir aan caadi ahayn ahaa waxa uu ku soo dhamaaday si guul ah ee waxana lagu dardargelinayaa oo lagu qorsheynayaa sidii wax looga qaban lahaa dhamaan amniga deegaanada Jubaland iyo dhamaan ka dalka Soomaaliya dhan Hanaad Yusuf warbaahinta dowladda Jubaland Kismaayo.